عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم أم وسما. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. وصفة ديال اليوم عبارة عن كيك في المول العجيب. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير تنحتاجو كأس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، وديال الحليب، وديال الزيت، وجوج بيضات بحرارة المطبخ، وجوج خمارات حمرين، وجوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق، ومعلقة كبيرة ديال قشور ديال الليمون. أول حاجة غنحتاجو الكأس ديال الخلاط الكهربائي، غنديرو فيه هاد المكونات كاملين. غنديرو البيض اللي عندنا بحرارة المطبخ، وغنضيفو كأس ديال السكر سنيدة، يمكن لكم تنقصوه الا ما تتبغيوش الحلاوة بزاف، وكأس ديال الحليب، وكأس ديال الزيت. بالنسبة للحليب يمكن لكم تعوضوه بنصف كأس ديال الماء او دانون بنكهات الليمون. غنخلطو هاد المكونات كاملين في الخلاط حتى يتجانسو، عاد نضيفو لهم معلقة كبيرة من قشور الليمون، وتا هما يمكن لكم تعوضوهم بقشور ديال الحامض او جوج معالق ديال العصير ديال الحامض. انا غندير الكريمة بنكهة الليمون، داكشي علاش نسمت الكيكة بقشور ديال الليمون. من بعد ما تجانسو لينا دوك المكونات كاملين، غنخويوهم في شي اناء باش نضيفو الدقيق اللي عندي مغربل من قبل. وكمية الدقيق راه تختلف على حسب النوعية، كاين النوعية اللي مزيانة وكاين النوعية اللي دغيا تشرب الماء. المهم دائما ضيفوا الدقيق شوية بشوية وديروا عينكم ميزانكم. صافي تنخلطوا داك الدقيق بالطراب اليدوي، انا راه هزات ليا جوج كيسان ديال العنبة الكبار. صافي وضفت دوك جوج خمارات، كل وحده فيها 7 غرام يعني المجموع 14 غرام. والقوام ديال الكيك هو تيجي ما ثقيل ما خفيف. صافي غنجيبو المول اللي دهناه بشويه ديال الزبده ورشيناه بدقيق وحطيتو في الثلاجه واحد شويه. صافي غنخويو فيه الكيك ديالنا. وفي هاد الاثناء درت الفران يسخن واحد شويه، غير واحد شويه. صافي غنقادوها في المول باش تجي مقاده، ويضربوا بها فوق سطح العمل بحال هكذا راه تجي مقاده. صافي دابا غندخلها للفران العافيه مهيله من التحت تقريبا 45 دقيقه. المهم الكيك هي وجدات تجي محمره وزويونه. ودابا غندوزو باش نصايبو الكريمه اللي تنحتاجو فيها 3 المعالق ديال المايزينا، 3 المعالق ديال السكر، وثلاثة ديال العصير ديال الليمون، ونصيطرو ديال الحليب، وكلبة ديال فلون بنكهة الفاني. مباشرة غناخدو إناء غنخويو فيه 3 المعالق ديال النشا، يمكن لكم تعوضوه بالكريم باتيسري، وثلاثة ديال السكر. ودائما السكر تيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوه يمكن لكم تنقصوه. وفلون بنكهة الفاني. غنجيبو الخلاط اليدوي وغنضيفو شوية ديال الحليب، وغنخلطو هاد المكونات حتى يتجانسو ليا مزيان، ودوك الحبيبات ديال النشا ما يبقاوش ليا في الكريمة.
من الاحسن تكون نشا مربله باش هكذا ما تعذبكمش في التخلط. صافي وغنضيف الكميه المتبقيه عندي من الحليب وغنديرو فوق البوطه، النار تكون مهيله بزاف وغنستمروا في التحراك حتى يعقد لينا الخليط ديالنا ويرجع على شكل كريمه. بالنسبه للكيك ديالنا ها هي راه تجي خفيفه ورطبه. دابا غنجيبو ديك الكريمه وغنخويوها في الوسط ديال الكيك وغنحاولوا نقادوها. صافي وغندخلوها للثلاجه حتى تبرد لينا مزيان تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. راه الكريمه دغيا تتبرد. صافي تنزينها بخطوط ديال الشوكولاط وحبيبات ديال الشوكولاط، وتزيين راه تيبقى دائما اختياري وعلى حسب المتوفر عندكم، ويمكن لكم تخليوها غير هكذاك بلا تزيين بلا والو، راه تجي في المنظر رائعه وفي المذاق كذلك. هاني قطعت لكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل، كتجي رائعه في الشكل وفي المذاق وكريميه بدون كريمه وبمكونات بسيطه وكتحضر بسرعه، ما غاديش تاخذ لكم الوقت نهائيا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكما العاده ما تبخلوش عليا باللايكات وتعليقاتكم الرائعه فضلا وليس امرا. واللي كيزورني اول مره في القناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا على المتابعه والتشجيع، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.